صباح الخير من جديد، صباح الخير لكل المشاهدين والمتابعين الأفاضل لشاشتنا الأولى، شاشة التلفزيون الأردني. مكملين معاكم بالساعة الأخيرة من برنامجنا الصباحي، برنامج يوم جديد، وبساعة المطبخ. اليوم رح أخذكم برحلة صغيرة للمطبخ السوري، وتحديداً المطبخ الحلبي، وسيد من عمل الكبة الحلبية. معانا ضيفة متكتكة من أهل سوريا الأفاضل، تحياتنا لسوريا ولشعبها الكريم. معاي السيدة الشيف ضياء العليلي، اهلا وسهلا فيك بمطبخ يوم جديد، نورتينا. اهلا وسهلا فيك. اهلا شيف، عارف المتابعين عنك ضياء، عن طبيعه شغلك، قديش لك في المهنه، وشو سبب شغفك بهالموضوع؟ هلا هو اول شغف في هالموضوع انه تكون واحد بحب يعني شو بيقولوا اكلاته هو او طبخات اللي نحن متميز فيها يعني بحلب. نعم. وعندك الكبب والمحاشي والمشاوي، هدول اكثر شيء لاهل حلب، والحلويات طبعا. نعم. بس هلا بالنسبه انه عنا هلا بدنا نعمل كبة عدة أشكال، بس هالمرة الكبة ما فيها لحمة أبدا، يعني هبرة عفوا. نعم. يعني بتقدري تحشيها بأي نوع من الخلطات، ما عدا إنه بدون ماكينة. و خليك ترخي أعصابك شوي. الأمور طيبة. بدون الناس اللي خلف الشاشات عم تحضرنا، هي ناس تستحق نقدم لها هالوصفات على طبق من ذهب. وصفاتنا اليوم من المطبخ الحلبي، ورح نحضر معاكم بناء على طلبكم المتسارع والمتتالي دائما في هذه الأيام، استبشارا بقدوم الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بألف خير. رح نعمل اليوم احنا وياكم كبة الأرز، ممكن تحشيها لحمة، ممكن رز، يمكن دجاج أو دجاج أو أي خلطة. نعم، رح نعمل كمان كبة بدون ماكينة، اللي ما عندها ماكينة رح تعمل اليوم كبة في بيتها إن شاء الله، بالإضافة إلى كبة برغل بدون هبرة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح ناخذ مقاديرنا على الشاشة، رح ناخذ كل المقادير عشان تتبعوا معاها بالوصفات. تمام، يلا المقادير على الشاشة. لتحضير كبة الأرز على أصولها وعلى الطريقة الحلبية، إحنا بحاجة إلى كيلو من الأرز الحبة القصيرة، حبة بطاطا وزن 250 جرام يعني وقية، معلقة طعام كركم، مكعب مرق دجاج، واحد بصل يعني حبة بصل، وملح. تمام. لتحضير كبة برغل بدون هبرة يعني بدون لحمة، بس برغل على الحل، إحنا بحاجة إلى كوب برغل غامق، هلأ بنحكي لكم شو يعني، كوب من البرغل الأصفر، 2.5 كوب من الماء الساخن، رغيف خبز، واحد بصل، نص كوب سميد ناعم، فليفلة حمراء حلبية، نص معلقة كمون، ملح وفلفل. لتحضير كبة البرغل بدون ماكينة، إحنا بحاجة إلى 2 كوب من البرغل، 2 كوب من الطحين، 1 بصل، نصف كوب من الزيت النباتي زيت مازولا، 3 كوب من الماء المغلي، ملح وكمون، فليفلة حمراء حلبية. تمام، المقادير كلها صارت أمامكم، أي حدا ما لحق تقدر تعملي سكرين شوت للشاشة وترجعي لها من أول وجديد. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. إن شاء الله. الساحة إليك وأنا موجودة معك، ومتابعين إحنا معاكم أيضا على الاتصالات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. تفضل. أهلا وسهلا فيكم جميع. هلا نحن نبلش بكبة الرز. كبة الرز هي عبارة عن رز وبطاطا ومي، وبينسلق على النار بس، ما بده أي شيء لوقت ما يعني ينطبخ، مثل ما بقولوا ايش كيف تقولي بنخبص، ينطبخ يعني ينطبخ ينحب. ينطبخ كثير. لا ينطبخ ينطبخ. اذا هذا الرز الحبه القصيره والبطاطا، هذا المقادير. المقادير كاسه رز، هلا بتحطي بس كاسه رز، مكعب ماجي واحد. نعم تمام. هذا بدها تنسي اثناء الطبخ، هذا سلق بدي اروح اسلقه. قديش بده وقت على الغاز؟ هلا هو ما بده تقريبا نفس طبخ الرز، بس اكثر يمكن المي بتاخذها اكثر، بس عباره عن مي اكثر. تمام. كركم، مكعب مرق، كركم، ملح، ملح فقط لا غير. قديش ملح ممكن تحط؟ نص معلقة، نص معلقة ما أكثر. يلا على طول. هلا نحط لهم مي مغلية نحن. نعم. أنا متابعة معاكم على البث المباشر، أي سؤال بخصوص الكبة وأنواعها، فرصة معانا سيدة ذهبية اليوم. ولا مش صح ولا مش الله يسعدك يا رب. والله أنت الذهبية وأنت الله يقويك يا ستي، الله يقويك. هلا نحن فينا هيك، شوفي هاد بده ينحط على النار هيك. نعم خلص. تحطوا على النار قد ايه؟ بده على النار نص ساعه. نصف ساعه بالتمام، بتكون امورك جاهزه. تمام. بعدين ضياء ايش راح نعمل؟
هلا رح نعمل هلا هي الكبه البسميد، تمام؟ هي بتجي هلا كبه بصله، كاستين برغل، كاسة برغل هلا ابيض. كبه الارز عشان ما يتخربطوا معنا. هلا خلص هلا هيك على السلق. الغاز لوقت ما تنسلق وبس، ونصف ساعه بتبرد. نص ساعه بتبرد بنعجنا على ايدنا. بنعجنا ومنكبكب فيها. طيب كيف بتصير حشمي. خلينا نورجيهم وحده وحده كيف بتصير عجينه الرز. هلا هي بتطلع عندك هيك امامكم، خلينا نثبت ايدنا بس لو سمحتي عشان نشوفوها على الشاشه. وهذا اللون الاصفر هو لون الكركم. نبلش اكلكم فيها. خلينا اياها. هاي هي كبه الارز. هاي بتعجنيها على ايدك بس، بردت بتعجنيها على ايدك. نعم تمام الكلام. حلو. هلا هاي جاهزه. يلا النوع الثاني. هلا النوع الثاني هاي كمان بدك بدون ماكينة. هاي عندك بصلة بتحبي على الماكينة تحطيها، بتحبي بدون ما تحطيها. هلأ هي عندك كاسة رز، كاسة برغل أصفر، كاسة برغل أحمر. نعم. هو اللي بنسميه نحن بحلب عمقي. عمقي. برغل عمقي. أنا فكرتك غلطانة بالكتابة. لا لا برغل عمقي اسمه برغل عم. طيب برغل أحمر للتنويه لو سمحتي. البرغل العمقي في حلب هو عنا اللي احنا بنحكي عنه برغل احمر، في المولات بيحكوا عنه البرغل اللبناني عشان تكونوا انتم عارفين لونه. بين الاحمر والبني لون فاتح بتلاقوه بالمولات وحكي له بدي اياه، وانا بستخدمه كمان للتبول وكثير كثير طيب، جربوه. ابيض والاحمر اللبناني. هلا اي نوع خبز بدك تحطيه، بتحطي نص رغيف خبز او رغيف صغير، تمام، في قلب الله هذا، ونص كاسه سميد ناعم ولا خشن؟ لا ناعم. نعم حصرة؟ لازم نعم تمام. هيك هي لأني الكاسة كبيرة شوي، نص كاسة هو بالضبط. كمان مي مغلية، تمام، ماء مغلي. بس قبل المي بدنا نحط هلا شو الكمون، ما كتير، في ناس هلا بترغب الكمون هون، في ناس ما بترغبه. هيك بس نحن هلا هاي هيك نص معلقة كمون ونص معلقة فليفلة، هي اسمها فليفلة رش ناشفة. فليفلة ناشفة. هلا هاي جففتيها تحت الشمس وطحنتيها. هاي هي يعني اجمالا نحن ما بنقدر بلاها لاي نوع من التوابل السلطات الكل بنحطها للمأكولات الحلبيه. اذا حبيتي هيك شويه عشان الكاميرا، اذا بدك طبعا نحن نحط، اذا بدك شويه كركم هيك، هاي ملح، تمام ملح طبعا، انت كل ما لقيتي بتزودي بتنقصي، عرفت كيف؟ هي خلطه طبيعيه جدا. طب هلا كيف بدها تصير عجينه وبدون ماكينه ضياء؟ بدنا نحكي للمشاهدين كيف. هلا هي لازم تنتقع، لازم تنتقع هي ساعه بالضبط. ساعه بالضبط على الاقل. ساعه تمام. وبتعجنيها عادي طبيعي جدا جدا. اذا بدها تحط عليها الست، بدكم تحطوا عليها ماء مغلي زي ما انتم شايفين، وبدك تتركيها على الاقل على جنب لمده ساعه على الاقل لحتى انها تنعجن معك وتصير وبدون ماكينه، صح؟ وبتمسك معاهم وما بتفرط ابدا. ممكن فيها. ممكن تفرط لاني ما طحنتها على الماكينه، شو السبب؟ لا ما بتفرط، مستحيل تفرط الا اذا ما عجنوها مزبوط او الزيت بارد. بس هاي هي. اذا من خطوات قلي الكبه اللي هو اما الزيت. الزيت اما العجن. طريقة العجن لها دور كبير كبير بالكبة، هي دائما تمام. طب بناء على ايش بتضيف مي يا ست؟ مين؟ هلا هيك بتضيف هيك، هلا اولها هيك شوي شوي كيف بس خلص، وبتتركها ساعة بتغطيها. نعم هلا انا عملت وعجنت، عرفت كيف؟ بس هو هلا هيك مستحيل تفرط معه اذا عجنتها كويس. نعم. بس بدها ساعة بالضبط. احنا بدنا نصبح عليكم كلكم اللي عم تتابعوا معنا عبر البث المباشر من خلال الفيسبوك، ورح انا اتبع معاكم بس عشان تاخذوا حقكم بالتطبيق، رح التزم الصمت. بس اي سؤال رح نطرحه على الشيف ديال العجينه هي تبعت السميد والخبز والكل، تمام؟ شوفي كيف هلا بعجنه برجع قدامك، هي لازم تنعجن مزبوط كمان مره ستي. هلا هون احنا حطينا المي، بعدين خلص بدك تتركيها ساعه ساعه، بعد الساعة بعدين بتنعجن بهذا الشكل، بتنعجن بهالشكل بتصير ابدا ولا طب هلا ضياء اللي ما عندها بهار حلبي، ما عندها الفليفله المجففه، ايش تعمل؟ ايش ممكن تستعيد عنها؟ ايش ممكن تحط؟ بتقدر تحط كركم، عفوا بتقدر تحط ريحان، بتقدر تحط مردكوش، بتقدر تحط حسب الطعم اللي بدها اياه، منكهه. ليمون. طب شو رايك بقشره الليمون؟ هي بقول لك ليمون كمان بتقدر، كمان يعني بزاك. هي مثل ما بتحب اي شيء. نعم. انه بتقدر تضيفه عليها اللي بتحبه هي. تمام. إذا هون احنا تركناها ساعة، بعدين عجنتها مع بعضها البعض لحتى تكون عندها عجينة ملساء بدون ماكينة. يلا حضر النوع الثالث. هلا النوع الثالث عندنا هذا.
هلا هاي بتختلف كليا عن طبيعتها. هلا هاي كمان نفس الشيء بتحطي بس انه كاسه نفس الشيء كاسه برغل اصفر وكاسه برغل احمر وبصله صغيره. نعم. بتقدر البصله تعمليها يعني كريمه، عرفتي كيف؟ على انه على فرامه ان كثير تنطحن. عرفتي كيف؟ وهلا نرجع بنحط نفس الشيء كمون وفلفل، والبده قلت لك بتحط بهارات مشكله، البده تحط فلفل اسود، هي حره. شو مكونات البهار الحلبي ضياء؟ يعني ايش ممكن الست مثلا تستبدله للي ما عندها؟ للي انتوا عندكم البهارات البهارات المشكله. صحيح. البهارات المشكله بتضيفي عليها. طيب منار بدارني بتقول لك كم كاسه مي بنحط؟ كاسه ونص لكل كاسه. لكل كاسه برغل كاسه ونص ماء مغلي. تمام يا منار، هي جاوبناكي. يلا حطوا لنا اي اسئله بخصوص اي شيء بخص عالم الكبه تحديدا. ضياء مبدعه جدا فيه، وبصراحه كبتها كثير زاكي، ادمان صح؟ ان شاء الله. هلا هون عندنا كل كاسه برغل بدها كاسه طحين. كل كاسه برغل كاسه طحين. تمام. يلا كاستين طحين حطيناهم على البرغل. بعدين هلا هي في ايش تتميز؟ هي ما بتنعجن بالمي. ايوه يعني بس مي لحالها. يا حركاتك يا تكاتك. هلا هي بدها نص كاسه مي، عفوا نص كاسه زيت. زيت مازولا. بتحبي افتح لك اياها؟ بصير. لا لا خلص خلص هيك. تمام. يعني ما تكتر زيت لان اذا كترت زيت تخربها. طيب حنشوف ايش في كمان اسئله. تحية لطاقم يوم جديد، صباحكم ورد جميعا. عصام أبو علي شكرا على طيب متابعتك لإلنا. انشراح الحباشنة، آسيا أيمن، وسلطان الجبور أحلى صباح من سامي وكروم وأبوي ناجي الجبور. تحياتنا لك ولكل آل الجبور الكرام. زيد كمال يسعد صباحكم بكل خير ومحبة. منار يوسف شكرا على إجابتي على سؤالي. شكرا يا هو منع. لازم يعني تنعجن باليد. عرفتي كيف؟ بس هاي قديش بدها؟ هاي بدها 3 ساعات، من ساعتين 3 أو 4. انا تركت 4 ساعات. 4 ساعات بهالطريقه. هاي بهالطريقه هيك. طب شو بصير؟ تنعجن ممتازه. نعم. بتطلع. نعم. هي كاسه زيت. هلا بس نحن حطينا كاستين مي للضياء للتنويه. هلا راح اخلي لكم تعيد لكم الخطوات من اول. تمام. اليوم للي ما عندها ماكينه واللي بدها تعمل كبة بدون هبرة، تمام؟ ما رح نستخدم ماكينة نهائياً، التزموا بكل حرف بتحكي لكم يا ضياء، لأنه كل حرف بمكانه مدروس لضمان نجاح الخلطة. كمان مرة نعيدها لو سمحتي عشان يتبعوا معنا الستات. يا هلا هاي بدها كاستين برغل، تمام؟ كاستين طحين، نص كاسة زيت، 3 كاسات مي. بس بالبداية بنحط كاستين البرغل وبنحط كاستين الطحين وبنرجع بنحط نص كاسة الزيت وكاستين المي المغلية وبنتركها، واثناء الدعك بنتركها 3-4 ساعات، بنغطيها وبنتركها 3-4 ساعات برا، مو بالثلاجه. نعم برا بنتركها. بعد 3-4 ساعات تيجي بتعجنيها، وانت عم تعجنيها بتحطي كاسه المي اللي بقت المغليه. وجهنا على الكاميرا احنا مع الناس. ايوه. وانت عم تعجنيها بتحطي كاسه المي المغليه معها عشان كيف تساعدك يعني في العجن. بس وما تبقى هلا هيك بدها تنتقع قديش؟ من 3 ساعات لـ4، مغطيه ولا شيء عليها ابدا ابدا. تمام. طيب في غرام محمد بتسألك شو سبب وضع رغيف الخبز على البرغل؟ مشان تقرش وبيمسكها كويس. أيوة. المردقوش بعرفش يعني أنا على سلامتك. بس صحيحي لي إذا حكيت إيش خطأ. المردقوش والخبزة وقشرة الليمون. قشرة الليمون بتعطي هيك لسعة حموضة. قشرة الليمون بشر مبشورة. والمردقوش والخبز بيعطي قرشة للقشرة حتى أكيد. لو ما كان فيها هبرة. تفضلي ستي. اي هلا هيك احنا تمام. نعم قولي. هيك خلصنا. هلا هيك بتحط هي تتغطى وتنترك 4 ساعات. طيب رح نتركها 4 ساعات. بعدين كيف بدها تعجنها الست؟ على الايد. كله على الايد. كله على الايد. كله. تمام. بس بطيف. هلا انت بتعرفي مين اللي رح يحبك كثير؟ ازواجهم. وفرت عليه حق ماكينه يا ضياء اليوم. يا تمام. هلا بالنسبه لحشوه اللحمه والدجاج ايش بيختلفوا عن بعض طريقه؟ هلا نحن بس عملنا حشوه لحمه هون. بس تقدري تحطي يعني جميع الانواع اللي انت ايش بتحبي. خضره بتحبي، لحمه بتحبي، دجاج. انا عملت دجاج هلا كمان بدوقكم يا بتشوفي على الشاشه. عملت دجاج وعملت لحمه. انا بدي ادوق، بدي المشاهدين يعرفوا شو الحشوه. بنحط ادي اي شيء بدك اياه. طيب تحكي لنا بس حشوه اللحمه كيف حضرتيها. هلا حشوه اللحمه انا بالبدايه اسمعي، بجيب اللحمه بقليها بقلبها تقليب، بحط لها فنجان مي على اللحمه وانا عم بقلبها. نعم. بتركها لوقت ما تنشف مزبوط صح صح تبلش تعطي صوت بالطنجره. تمام. بكون فارمه البصل، بحط البصل فوقها تقليبتين 3 يعني البصل ما يكون يدوب كثير.
يعني اجمالا بتطلع طعمته كثير طيبه. بعد المكسرات النوع اللي بدك اياه، انا هون حطيت صنوبر، هلا بنحط صنوبر، بنحط لوز، بنحط قلب جوز، اللي بدك اياه. قلب جوز اللي هو جوز عين جمل. جوز القلب. طيب وحشوة الدجاج كيف؟ حشوة الدجاج كمان نفس الطريقة، بتجيب صدورة الدجاج، هي الأخص أنه تكون صدورة، بتنفرم على المكنة، وكمان بتقلبيها خشنة طبعا بتفرميها، يعني لأني ناعمة مش مزبوطة. بتفرميها خشنة، وبنفس الوقت بتقلبيها نفس اللحمة بس بدون ما تحطي لها مي. بتقلبيها لوقت ما تبلش تنشف، تحطي لها شوية زيت، وبتحطي مع، لأن هي بتبقى ناشفة ما مع أي شيء، بتحطش يعني بدي أقلك فنجان زيت على الكيلو الصدورة. وبصلة نفس الطريقة بتقلبيها معها، وبتحطي المكسرات اللي بدك إياها، وشوية سماء وملح، شوية وفلفل أسود. ملح، فلفل أسود، ملح، البهارات بالدنيا، بس نحن بنحط فلفل أسود وملح وسماء. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. رح بسم الله كبة الرز هلأ نبلش، وأهم شيء إنه هلأ الكبة هاي كل أجمالا ما بدها مي، بدها زيت. يعني زيت، يعني تبلي ايدك بالزيت، ما تبليها بالمي. انا فكرتك ناسل ما كنت راح اروح اجيب لك. لا لا هلا هي بسم الله. شوف بس اخليكي تقلبي لي اغلبك. ستي حاضر. بسم الله. يلا اخلي البلوزه. خلي البلوزه. حاضر. بس هي حاضر. هاتي. لا خلص ملك عندك. هلا كبة الأرز نوعا ما صعبة بالتشكيل ولا زي كبة البرغل؟ هي صعبة، نحن عملنا أرز منها، بقدر أعمل لك إياها أرز، بقدر أعملها شكلين، بس اللي بيعرف فيها يعني ما بتصعب عليه. طيب أنا رح أتبع أشوف أي سؤال عشان نكسب إنه نجاوبهم عليه. أي سؤال بما يخص القلي والتفريز هلأ رح أجاوبكم عليه أكيد لا شك. وأي سؤال بخصوص عالم الكبة عامة وتحضيره ضياء معنا اليوم لحتى تجاوبنا عليه. نعمل منها كبة مشوية وضيفة مبدعة ومتألقة. شكرا جزيلا على هيك حلقة اليوم. شكرا لك يا منار. أم خالد الشيبي يسعد صباحكم منورين. الطريقة الصحيحة لتفريز الششبرك؟ تشوي شوي، بس تشوي بالفرن شوي. تشوي بعدين تفرزه؟ نعم. تمام، احنا رح ناخذ تشكيلة هلا صعب شوي. والكاميرا على ايدك ضياء لحتى نورجي المشاهدين بالضبط، ويا ريت شوي شوي فضلا شوي شوي بس لحتى الست تتبع معنا طريقة تحضير الكبة. هلا في شكل ثاني، هي اللي ما بتعرف يعني بتعملها بهالشكل بتقدر تعملها أرز. شوي أنا معلش بالجلافزات مو كتير. أي هيك تجيكي. نعم خلي إيدك ثابتة. أيوة يا طيب. عم يسألونا إذا ضلت تشقق شو بيكون بدها؟ العجن. طريقة العجن مهمة جدا. ضروري ضروري العجن أكتر إشي. طيب يعني لازم تتمي تعجني فيها. منقدر نشويها؟ هاي الكبل البرز لا لا لأني بتلزق. ليش لونها أصفر؟ كركم. لبقتيها مع بلوزتي اليوم. هذا الكركم. طيب في فرق من الكركم اللي انت بتستعمليه مثلا او اللي بتجيبيه من السوق الطبيعي؟ الكركم الكويس يعني كركم عند ريحانه والله. بدنا نخسر بعض، بدناش نحكي اسماء. طيب نوع الكركم جدا مهم، بس هو هاي الدرجه حصلت عليها لانها حطت معلقه كبيره صح؟ يعني حطت كميه ما حطت انت هي يعني هي بتتحكم باللون اللي بدها اياه، بدها اكشف، بدها اكثر. طيب. بدها شيء، هي بتتحكم. بس هو يعني على الكاسه نص معلقه. ماشي. صباحك مسك وعنبر وشكرا لضيفتك لوجودها معنا. إيمي العجار كانت يا إيمي كانت. دعاء أحمد كيف بنحط قشر الليمون مع عجينة الكبة؟ مبشور تبشره بدي. مبشور. مبشور هذا بدون ماكينة؟ لو مع الماكينة أنا بحطه بنزل مع هذا الفرم على المشط الناعم وجهين. سؤال، الكبة مباشرة بنكبكبها ولا بنحطها بالثلاجة بعد العجن؟ لا مباشر. مباشرة بتكبكبيها. طب إذا حطتها بالثلاجة أجاها مشوار ما هو إذا إلى لحمة يعني صعب حرام بتخرب.
مستحيل. آه. ممكن تشقق معاهم؟ لا إذا عجنتك كويس مستحيل. شوفي الشق مستحيل إلا العجن إذا ما كان مزبوط خلاص راح تشقق. طيب بتقول لك ممكن هلا الزعبي بصير زيت زيتون بدل زيت قلي أو زيت النبات يعني؟ ما جربت مشان ما أكسب ما جربت زيت القلي هو أفضل. حد شوي. ما حد شوي. ما يعني ما جربت فيه. طيب كيف تفريز الكب النية؟ الكب النية تفريز عادي بتحطها بأهم شيء تنحط يعني هي بصواني ألمنيو بيجي كيس دور ألمنيو هاي بتنحط فيها. نعم. تحطيها خلال ساعتين بتكون تفرزت تنقلها بتعود للباكيتات اللي بدها إياها أو العلب يعني اللي بدها إياها. كل حبة لحالها. أو الكيس هيك. نعم. طيب يلا كمان سؤال. الله يجبر بخاطرك يا شيف على هيك وصفات. الله يجبر بخاطر ضياء اللي لبت الدعوة. تفضل هلا هيك تمام. تمام. هي شيف. خلي الشيف تعيد طرق التحضير لأنها ما بتشرح التفاصيل. تعودتوا على الدلال. هلا رح نعيدها ابشري. احنا المقادير عندكم موجوده بس رح الشيف ضياء تكمل معنا بتوصياتها بخصوص التحضير. عيدوا المقادير، عيدي الحلقه بتقدر تلاقيها على الصفحه وتعملها سكرين شوت. بعينكم الله. ام ثامر المجالي الكبه بكل اشكالها بنحبها متالقين والضيفه مبدعه جدا. شكرا لك يا ام ثامر. طيب عمر حسام الخطيب سعد اوقاتكم بتمنى تقرا تعليقي وبدك بدي رقمك شيف علا. شيف علا شوفي عمر. هاي. نعم الدعك طيب. اهم شيء شايفه عبق الياسمين بتقول اللون كثير واضح نفسيا يعني هي عم تحكي فاحنا ستي درجه اللون انت بتتحكمي فيها من خلال الكركم زيدي نقصي زي ما بدك. طريقه تفريز التوم الصحيحه بنعملها هاليومين. والله يا جيهان القوادر فرصه شايفه هلا هيك طريقه العجن هاي ضروري. شيماء حسام زي كبة الأرز اللي بعملها بس بدل البطاطا نشا بحط. يسلم إيديك ويعطيكم العافية. أم معتز دغمش أو دغج صباح الخير لكم جميعا. نعم هلأ هيك هي أنت عم تخلط المكونات تشتغل شغل الماكينة صح؟ هلأ هيك شوفي العجن هذا قديش مهم؟ كتير مو يعني أهم من كل التكبكب أهم من كل شيء اللي هي إحنا بنحكي عنها بالعامية بندعك العجينة. أيوة أهم شيء. طيب عاد بدها عضلات هلا اسه تحمل. لا عادي. طيب مهند كمان مهند حمد بيسلم علينا ورجاء المدادحة اسم سمنة للطبيخ بنزل لكم ان شاء الله مندرها كثير زاكي شكرا. طيب نشوف كمان اسئله. العجين هذا اذا ما بدها تكبكبها بصير تفرزها؟ بصير تفرزها وترجع تكبكبها. كيف بدها ترجع تكبكبها بس تدوب؟ بدها تطالعة مثلا المساء مشان الصبح تشتغل فيها. اوكي يعني بدها تعمل لها ديفروست فك الثلج. يلا نشوف ليش الخبز مع البرغل حكينا عشان يعطيكي قرشة وبمسك ال يعني الأنيمار. ام وسام الناطور شكرا يا امار عيونك الحلوة. هلا كبة الطحين بنقليها مباشرة ولا بنحطها بالثلاجة؟ لا بتنقلها مباشرة بكبكبها. مباشرة إذا بدها تفرزها بتتفرز عادي. ممكن نحط بطاطا مسلوقة بدل الخبز؟ بيصير شكرا. حس حالي بالحلقة الأضعف اليوم. يعني عتكة. طيب ممكن أسألك ليش ما بتستعملي في القلي المقلاية الهوائية بس أشتري لمطبخ يوم جديد بقلي لكم فيها تدللي. إحنا بنراعي العدة والأدوات يعني أنا عن نفسي بتحدد حتى عجانة عندنا بدل عجانة تنتان في مطبخ يوم جديد بس دائما بحاول أعجن بإيدي عشان أراعي للستات اللي ما عندها عجانة وإنه الكل بيقدر يعمل فعندك خير وبركة نعم. يلا ناريمان المنفلوطي شكرا على هذه الضيفة الكريمة شكرا يا ناريمان وكمان لوريس البرماوي شكرا يا لوريس على هالكلام الجميل. سما اهلا فيك يا سما. نيفين يا نيفين لا ركزي بالوصفه الله يرضى عليك ويسعدك. ام ثامر المجالي السهله الطريقه سهله جدا وقليله التكاليف وسريعه شكرا جزيلا للتلفزيون الاردني وشكرا لكم كمان على طيب المتابعه. هيك ايوه انت بتشتغلي بسرعه يا ضياء. يا ضياء ما فيش زباين في المطعم اشتغلي شوي شوي خلي هالستات تركز معنا ممكن. أوكي. يلا انا رح اسكتها. يلا شوي شوي رح نقطع عجينه ونكبكبها شوي شوي خلي هالستات تشوف معاكم التفاصيل على الشاشه.
هي الكبكبة يعني في ناس تصعب عليهم شوي. أنا لما عملت دورات الأغلبية إنه تصعب الكبكبة عليهم. في كذا طريقة بتقدر يعني. يلا نثبت ايدنا، خلي هلا الكاميرا بتاخذها معاكم وتشوفوها بالشكل النهائي. بصير نستغني عن البرغل الاصفر ونستخدم برغل ابيض فقط. هذا مش برغل اصفر، هذا كركم، هو برغل بكل الاحوال برغل. تمام ستي، نطلع فاصل ان شاء الله. يلا رح نطلع انا وياكم فاصل مع الشيف ضياء العليلي لنستقبل ما تبقى من فقره مطبخ يوم جديد ونورجيكم الكباب بالشكل النهائي ونشوف كمان ضل عندنا كمان نوع كبه كيف حضرت لنا اياها وكيف عجنتها وكيف رح تكبكبها. الان بنعيد عليكم المقادير من جديد، ولكل حدا فاتته المقادير تقدروا تعيدوا الحلقه. فاصل ونواصل، خليكم معنا. رجعنا لكم عن جديد لحتى تشوفوا معانا الكبة بالشكل النهائي. ريحتها معبية الاستديو، طعمها غير شكل. القرشة لحالها هلأ بورجيكم حبة، كل واحدة رح أورجيكم إياها من الداخل. وكبة الأرز اللي نوعا ما جديدة على المطبخ، خليني أحكي الشرقي عامة، لأنه يعني كبة الأرز حساسة وبدأ حدا يفهم لها صح متخصص فيها، بس سهل إنك تتعاملي معها وكبكبيها بالشكل اللي بيناسبك. المهم الطعم والمحتوى. تمام ستي، يلا نحكي عن النوع الثالث. ايش هي الكبه هي اللي بطحين؟ بطحين كاستين طحين لقلا. ايوه اللي بتنتقع 3-4 ساعات. هاي كمان نفس الشيء، انا دعكتها وبرجع بدعكها هيك عشان يتعلم. يعني مجرد ما تنتقع يا حكينا الكاسه المي الثانيه اثناء الدعك الثالثه يعني. ايوه ستي. إذا دعك العجينة كتير مهم للنتيجة النهائية. صباحكم يا عسولات، عقبالي أطلع معك يا لمية عطلة، أهلا وسهلا فيك يا لمية بتنورينا. عمر حسام الخطيب، بنتي انبسطت كتير ودائما بتحكي عن صباحكم. يلا هلأ بدنا تحكي لنا أكثر عن هالعجينة يا حبيبة القلب. هلأ هي بتدبق بتدبق هي لأني إلى طحين صار هلأ في والبرغل نعم. عرفتي مع بعض بتماسك. هاي ما لها أي شيء. والزيت لا تنسي الزيت، لأني مشان ما هلأ لما بتنقعي 3-4 ساعات المي كيف تحكي بتشتش على البرغل يعني بتفنش وهيك ما بلزق بقى. الزيت بتعبو عواض الهبرة بتفشفش بتفش. لا انا بقول لك شو المصطلح، استنى شوي احسن اصبر علي. تفضلي نقي اسم اللي عندكم. نحن نقول بتشتش يعني انه هيك على بعضها بتفك عن بعضها. عرفتك البرغله ما بتتناسق مع بعض. بس لما بتحطي الزيت بيعوض عن الهبره كيف بمسكها، لانه مو في طحين. صح شايفه ما في اسهل من كبكبتها هي. ايوه تذكرتها بتشتش. هو قلت انا بتشتش. تمام فين نفس بتشتش بتنفش عادي وكلها بتحط بتشبع من الماء زي ما بدكم سموها. بس المهم انه يعني خطوات التحضير والعجن ودعك العجين كثير مهم. تمام يعني يمكن يستغربوا انه مشان الزيت، بس الزيت هو اللي بيمسك الطحين والبرغل مع بعض. طب احنا عاده يعني انا عن نفسي بحكي بكبكبها بصراحه مي مش زيت. المي هلا غير. المي لما بتكون ام اللحمه اللي لها لحمه بقلبها الهبره هاي، لاني ما لها هبره بقلبها. عرفتي كيف بتساعد كثير. شايفه علي فايز كانه في مشكله بالاتصالات، ارجع جرب اتصل معنا يا علي. مريم الاسمر ما شاء الله، الطحين ابيض ولا اسمر؟ ابيض صح، ابيض واسمر. ها طيب هلا اذا بدها تحط بس اسمر لحاله اتوقع بسحب مي اكثر ولا لا؟ لا لا نفس الشيء نفس الشيء. طيب يعني هاي المعلومات جدا مهمه. ايش حطت ضيفتك هلا صحيت؟ صباح الخير يا لميا. حمزه سعدات، صباحكم خير من البتراء، تحياتنا لك ولاهل وادي موسى. يعطيكم العافيه منور الشيف. شكرا يا امل. شايفه هلا طريقه دغري هي بترق يعني شايفه.
ماسكة وما بتفتح أبدا. شغف سعيد بتسأل شو عم بتحطوا، مي ولا زيت؟ بتكبكبها الشيف بزيت لعدم وجود الهبرة عشان ما تضل تدبق بإيدها العجينة. طيب أحطها بالفريزر عادي؟ عادي فرزو وبدون ماكينة. الكبة هاي أم وسام الناطور بتقول الكبة روعة روعة روعة، يعطيكم ألف عافية. وردة فلسطين كمان معانا. طيب انتصار المسعيد يسعد صباحكم، الضيفة بتبلل إيدها بتشكيل الكبة بالزيت. نعم أكيد عدم وجود اللحمة. شوفي شوف ضياء متكتكة شكلها ومرتبة وبتعشق الكبة وشكلها كبتها زاكية. أبي شعر يا ضياء. الله يسعدك يا رب. تمام، احنا هيك حضرنا العجائن بانواعها، المقادير امامكم ظهرت على الشاشه، الكوبب بانواعها صارت امامكم، وزي ما انتم شايفين هاي هي بالشكل النهائي، بالاضافه لشوي او القليل من مقادير اليالنجي وشويه من الخضره حطت لنا اياهم كمان ضياء. تمام هيك؟ نعم. كبكب كمان. يلا طيب احنا شغالين. شايفه شايفه لحالها مو في طحين متماسك. هذا لما تكون مغليه مي، يعني مغليه كثير، عرفت كيف؟ يعني وهي مغليه كاسين مي مغليات غلي صح. نعم